تتساقط أشعة الشمس صباح كل يوم فرحا وحبا في هذا المكان الذي يطرب جيرانه بأنغام القرآن يتلى بأصوات اجتمعت من شتى أصقاع السودان. فهنا مسيد وخلاوي الشيخ الصابونابي بالخرطوم جبرة مربع 15، والذي يعود تاريخه إلى ولاية سنار جنوب مدينة سنجة منطقة الصابونابي. الأحباب في كل مكان سعيدين بجديد اللقاء بيننا وبينكم، برنامج خلاوة عبر شاشة قناة النيل الأزرق. اليوم نحن في مسيد وخلاوة الشيخ الصابونابي جبرة الخرطوم، حلقة جميلة ومتميزة ومتابعة طيبة إن شاء الله نتمناها لكم. قرر الشيخ الرفاعي الشيخ الصابونابي أن ينشئ فرعا آخر امتدادا للمجمع الكبير، فقصد هذه البقعة بجبرة عام 2003، وبحمد الله سرعان ما تزين هذا المكان بأهل القرآن لتبدأ رحلة هذه الخلوة منذ ذلك التاريخ في استقبال الطلبة الجدد وتخريج الدفعات التي تحفظ كتاب الله. الشيخ زين العابدين الشيخ الرفاعي هو المسؤول من هذه الخلوة، ومعه الإخوان والأحباب والمريدون ممن تسارعوا بالعطاء بكل حب وصفاء لينالوا القبول والرضا من رب السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. أحباب في كل مكان سعيدين أن نكون نحن وأنتم بمجمع وخلاوة الشيخ الصابونابي، وأسعد كثيرا أن يكون بمعيتي في هذه اللحظات الشيخ الدكتور محي الدين عبد الحفيظ. الشيخ أهلا ومرحبا بك معنا ببرنامج خلاوة شاشة قناة النيل الأزرق، ورمضان كريم عليك. مرحبا بك في مجمع وخلاوة الشيخ الصابونابي، وأولا أحيي المشاهد الكريم مشاهد هذا البرنامج وهذه القناة التي يعني أتحفتنا كثيرا وجذبت كثيرا من الناس، خاصة هذا البرنامج الذي وثق للخلاوي، فلهم منا جزيل الشكر والامتنان. الشيخ محي الدين خلاوي الشيخ الصابونابي خلاوي معروفة، فياريت لو تحدثنا عن النشأة ونشأته في منطقة جبرة في الخرطوم هنا. الحقيقة خلاوي الشيخ الصابونابي المكان الرئيسي هو المنطقة بتاعت الصابونابي اللي هي في سنار. في سنار، والتباع والفقراء أخذوا الطريق عن هؤلاء الأسرة الكريمة التي يعني ما فتئت يعني تدرس العلم وتدرس القرآن والسير السلوك، والناس أخذوا عنها الطريق من شتى المدن، ومنها مدينة الخرطوم كعاصمة. جاء بعض الذين يسكنون حول القرية وجو استوطنوا في مدينة الخرطوم، وإضافة لبعض الذين أخذوا المنهج والعلم عن هؤلاء السادة الكرام أسرة الشيخ الصابونابي، فتجمعوا وفعلا بإشارة من الوالد الشيخ الهادي رضي الله عنه نفعنا بذكرته، أشار إلى أن يكون لنا مكان في الخرطوم حتى نقيم الأذكار وننفع المجتمع. يعني المجمع بدأ سنة 89،
الخلوة جات لاحقا. جات لاحقا. اللي هي سنة كم كده تقريبا؟ الخلوة بدأت في أوائل التسعينات، سنة 92 بدأت الخلوة. ما شاء الله طبعا. طيب الشباب الدرسوا أو تخرجوا من هذه الخلوة، هل هم كلهم من أهل المنطقة هنا؟ بدأت النواة الأولى للخلوة دي بطلاب. طبعا من الشيء الملفت للنظر إنه أسرة الشيخ الصابونابي يعني أدخلت كثير من ناس الإنجسنة في دين الله. يا سلام. بل جابوا رجال منهم حفظوا القرآن بعد أن كانوا يعني عجب. يا سبحان الله. حفظوا القرآن ومشوا ونشروا وأقاموا خلاوة في منطقة الإنجسنة. يا سلام. آخر عهدي بها كان قبل 17 سنة، سألت المقدم في كم خلوة، قال لي 35 خلوة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. قامت بالرجال اللي حفظوا القرآن الكريم من هذا المجال. نعم، من المسيدة الأم. وبعد أن مشوا هناك وحفظوا القرآن عندهم وبدوا انتنداح الخلاوة يوم بعد يوم في منطقة الإنجسنة. لذلك كانت النواة الأولى للطلاب من منطقة الإنجسنة. يا سلام. إن شاء الله ربنا يا أخي يتقبل منكم إن شاء الله. ويعني سعيدنا كثير والله يا شيخ بوجودنا معكم، وشكرا على استقبالكم لنا، وشكرا على الحفاوة والترحاب. ديك العافية. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جميع الأمة تبتليك فيه أكرم يا علي من نجاة فيه حلوه خير أفاه طيرا في أفع غير الفكر والغرام يزيد أحلي من حالة ليس حل الكبير في كل مكان. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، كنا وكنتم بمجمع وخلاوة الشيخ الصابونابي جبرة الخرطوم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، تقبلوا تحايانا وما تنسونا من صالح الدعاء. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوته فازدان بالتجريد. إلى أن نلتقي في أمان الله.